البداية شكرا. ما القسم الثاني؟ بسم الله. ذكرنا فيما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الأمر وهو دراسة التوحيد. اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا هو الموضع الثاني الذي يدعو فيه المؤلف رحمه الله تعالى للطالب في القواعد الأربع. أرشدك الله لطاعته، نعم، أن الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على دراسة التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مقبلا لله مجبرا على الشرك. نعم. إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا للدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله، خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، العبادة لا يمكن تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت في الحدث إذا دخلت الطهارة. إذا أحدث في الصلاة، فالصلاة لا، سواء كان هذا الحدث حدث أكبر أو حدث أصغر. لو لم يستطع الإنسان أن يرفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حال وصلاته صحيحة. لكن لو صلى، نسأل الله السلامة والعافية، ومشرك شكرا، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. إذن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد، حتى لا يدخل الشرك في العبادة وتصبح العبادة باطلة. نعم. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، صار صاحبه من الخالدين في النار. من الخالدين في النار، وهذا تقدم معنا أن الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، إذا مات على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركة ثم يدخل الجنة، وإذا تاب في وقت تقبل في التوبة تاب الله عليه، سواء كان هذا الشرك أكبر أو أصغر. لعموم الأدلة: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أكبر أو أصغر، وكذلك الكبائر والصغائر. نعم. لعل الله يخلصك من هذه الشبكة والشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. ذكر الله تعالى في كتابه، أراد المؤلف أن يبين لك هذه القواعد حتى تستطيع بإذن الله أن ترد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. نعم. قاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون بأن الله هو الخالق المدبر. نعم، أقروا بتوحيد الربوبية، وتخاصم معهم النبي عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، مع أن هؤلاء كان لديهم شيء من العبادة، واستحقوا بهذا أن يكفرهم الله ويقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من صرف شيء من العبادة لغير الله وقال أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والميت المدبر، نقول أنت وافقت الكفار سواء بسواء. لابد أن تكون كل العبادات لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاء. نعم. وقلنا أنه لو قال لك المبطل: أنا لا أعبد هؤلاء، أنا أريد من هؤلاء القربة أو الشفاعة، نقول هذا الكلام الذي تقول
هو كلام الكفار سواء بسواء، وبهذا كفرهم الله سبحانه وتعالى. ونتلو عليه الآيات. نعم. ودليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذا كذبوا على الله في ادعائهم أن هذه الأصنام تقرب إلى الله، وهي تبعد عن الله. نعم. بل كان هذا القول سبب لوقوع هؤلاء في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. والشفاعة شفاعتان. تقدم معنا أن الشفاعة التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية نفعها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه من الله. حكم هذه الشفاعة نوع، أنها نوع من أنواع الشرك الأكبر. لكن الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق، تقدم معنا في الأصول الثلاثة أنها تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لمن غيره بشروط ثلاثة: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. وسيأتي بإذن الله باب كامل في كتاب التوحيد في الشفاعة. الشفاعة المثبتة التي أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، عامة لكل موحد. الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. العامة الشفاعة في رفع الدرجات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهدي، وكما نصلي على الجنازة. الشفاعة في من دخل أو استحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها أو لا يدخلها. ثلاثة أقسام: الشفاعة في رفع الدرجات، في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، في من استحق دخول النار أن يخرج أن لا يدخلها، هذا إذا كان من الموحدين. شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لأنهم يطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. وقعوا في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الشفاعة المثبتة ما كانت تطلب من الله لا من غيره. نعم. والشافع مكرم بالشفاعة. نعم. والمشفوع من رضي الله قوله وعمله بعد ذلك. إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. نعم. والدليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أن الرسل القاعدة الثالثة أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكفرهم الله ولم يفرق بين الشرك والشرك. فلو قال لك المبطل: هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، نقول: لا، الله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكره يعني كل شيء، نبي او ولي او جني او صالح او ملك. ونتلو عليك ذلك الايات بان الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين وعبد الملائكه وعبد الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم. ان الرسول ظهر على اناس متفرقين في عبادته. نعم. منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين. منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأحمد رحمه الله قال: الفتنة الشرك. نعم. فدليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لأنها مخلوقة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أي توحدون. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون. معنى الآية أولئك الذين تدعونهم من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة. الأنبياء والصالحين والملائكة يدعون من؟ يدعون الله، فهم يخافون ويرجون، فهم مفتقرون إلى الله. إذن هذه الآية تنطبق على كل من دعي وهو داع مفتقر إلى الله. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان بطلان عبادة الصالحين. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي. قبل هذا دليل الأنبياء. ودليل الأنبياء أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم وأقرب. هذا دليل الصالحين. ودليل الملائكة ذكرت. طيب دليل الملائكة ذكرت في الأول، يبقى معنا دليل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يصلح هذا الدليل ولا أمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، وكذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك نزه الله عن الشرك. وهذا فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا حق لمن؟ لله العبادة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. يبقى معنا دليل الأحجار والأشجار أفرأيتم أن أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمونها وتذبحون لها وتزعمون أن لها بركات، والبركة لا تطلب إلا من الله. ثم حديث أبي واقد رضي الله عنه يأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. لكن لا بد أن تعلم أن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هو في الحقيقة طعن في الله، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه ورضي عنهم، وطعن في دين الله لأنهم نقلوا لنا الدين. فإذا طعننا فيه معنى هذا أن الدين نقل لنا من أناس ليسوا بثقات، وطعن في رسول الله لأن المرء على دين خليله، وطعن في الصحابة رضي الله عليهم هذا أمر واضح مفهوم. ويأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. نريد منكم الآن أن تفتحوا على الاختبار وتكتبوا لنا، الاختبار يحل الآن إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء نجيب عن الأسئلة سويا، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة الفجر بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الدروس المهمة لعامة الأمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.